دشنت مديرية الصحة بالدقة أهلية مبادرة 100 يوم صحة، والتي تستهدف الكشف الطبي على المواطنين بالمجان في جميع مراكز المحافظة. أوضحت مديرية الصحة أن المبادرة تستهدف تكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية لخدمات وزارة الصحة وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت، وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة. حملة بتستهدف توصيل الخدمات الصحية والطبية لكل أنحاء جمهورية مصر العربية، وعندنا في محافظة دقهلية لكل مواطني المحافظة حتى أبعد نقطة ممكنة. إحنا المبادرة تشمل زي ما قلنا جميع خدمات الصحة الوقائية والعلاجية، وتشمل المبادرات الرئاسية 13 اللي فيها بنستهدف فيها اللي هو الاكتشاف المبكر وعلاج المواطنين، وبكافة من بدايتها حتى نهايتها.